ومن جريدة الوطن، مواطنون ضد الغلاء تطالب بفرض ضريبة جديدة على شركات الأسمنت. طلبت جمعية مواطنون ضد الغلاء وزير المالية بفرض ضريبة جديدة على شركات الأسمنت بعد استخدامها للفحم الملوث للبيئة بواقع 10%. وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية المواطنون ضد الغلاء لجريدة الوطن، قال أن هذه الضريبة ستوفر 1.2 مليار جنيه سنويا للدولة. للتعليق على هذا الخبر معنا هاتفين الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك. صباح الخير يا أستاذ محمود. صباح الخير يا أستاذ ماهر، وصباح الخير على كل مشاهدين. أهلا بك يا فندم. ممكن حضرتك تشرح لنا الضريبة دي هتوفر 1.2 مليار جنيه سنويا إزاي؟ هو الخبر بشكل شامل، احنا يعني بعتنا إنذار لوزارة المالية ورئيس الوزراء والتموين ولكل الوزراء المعنيين بالتعامل مع شركات الأسمنت في مصر، بأنه واحد يفرضوا ضريبة على هذه الشركات، لأنها للأسف الشديد يعني نواتج التلوث، نواتج تلوث البيئة سوف تؤثر أو تلقي بعبء على وزارة الصحة، وبالتالي احنا بنحاول نقتضي منهم ما يمكن أن تستخدمه وزارة الصحة فيما يتعلق بعلاج الناس في حالة إصابتهم بأي أمراض ناتجة عن التلوث البيئي في الأسماء. يعني المبلغ ده هو التوفير لوزارة الصحة مما قد يحدث يعني بعد كده. ده جانب. الجانب الثاني، احنا طالبنا في هذا الإنذار، وده على فكرة تمهيدا لإقامة دعوة في مجلس الدولة على شركات الأسمنت بأنه الحكومة تفرض سقف أرباح على هذه الشركات. يعني بمعنى احنا رافضين للتسعيرة الجبرية، وكل الناس بتقول التسعيرة الجبرية وحشة، العالم الحر والعالم اللي مش حر بيقولوا التسعيرة الجبرية مش كويسة، واحنا بنقول برضو من جانبنا ان التسعيرة الجبرية مش كويسة، لكن لابد ان تكون هناك تسعيرة سقفية، لابد ان يكون هناك سقف للأرباح. تسعيرة يعني يا فندم سقفية؟ سقفية يعني يعني سقف يعني في سقف الأرباح لا تتجاوزوا هذه الشركات، لأنه للأسف الشركات دي لو أنت نظرتي لأقرب سوق قريبة مننا تركيا أو السعودية هتلاقي أن طن الأسمنت ب $50، يعني في حدود 350 جنيه. بلاش ده، شركة الجيش التابعة للقوات المسلحة شركة العريش بتبيع طن الأسمنت ب 420 جنيه. يعني كل دي أسعار كاشفة تؤكد على أن هؤلاء الناس بيضغطوا على السوق المصري وبيحصلوا منه على أرباح مبالغ فيها وأرباح خرافية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحصلوا عليها في أي مكان في العالم إلا في مصر. أنا بقول أنه آن الأوان أن تتدخل الحكومة، إحنا بنفرض، إحنا بنبعت ده للحكومة عشان نطالبها بأنها تعمل الكلام ده. في حالة عدم الامتثال لده أو عدم تنفيذ الحكومة لهذه المطالب، إحنا هنلجأ لمجلس الدولة وإلى القضاء العادل لنحصل على الإجراءات القانونية العادية يعني إن شاء الله. تمام، شكرا لك، شكرا جزيلا على التعليق على هذا الخبر أستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية